السلام عليكم أصدقائي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بيكم أصدقائي في فيديو جديد، يا رب تكون بخير وبصحة وعافية دايما بإذن الله. قبل ما نبدأ الفيديو أصدقائي، صلى على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. والفيديو بتاع النهاردة طلبوا مني العديد من الأصدقاء، وهو إزاي شغلوا لعبة فري فاير على محاكي يشتغل على 1 جيجا رام. طبعا اتكلمت قبل كده على محاكي سمارت جاجا، كان في منه نسخة 3.6 وفي كمان نسخة 7.1.2 وفي نسخ كتير جدا من محاكي سمارت جاجا، ولكن مش افضل من النسخة اللي انا هقدمها لكم النهاردة في الفيديو بتاع النهاردة. نسخة هتتخيل كده انت وبتلعب اللعبة كأنك مشغل اي ملف على جهازك الكمبيوتر، يعني مفهوش لاج، مفهوش تقطيع، مفهوش اي تجميد خالص. المحاكي اسمه بلو ستاك. واحد يقول لي طب ازاي محاكي البلو ستاك ده تقيل جدا والنسخة الحديثة ومش عارف ايه؟ لا، هي نسخة قديمة ولكن لسه ليها الدعم انك تحمل النسخه دي من داخل الايقونه بتاعه المحاكي، فانت تقدر من خلال النسخه اللي انا هسيب لك الرابط بتاعها اسفل الفيديو في الوصف انك تحمل محاكي البلو ستاك الخفيف جدا اللي يعتبر من افضل المحاكيات لتشغيل لعبه فري فاير. يلا بينا يا اصدقاء عشان ما اطولش عليكم في الفيديو عشان نعرف كل حاجه بالتفصيل. فيا ريت لو لسه ما عملتش لايك اعمل لايك للفيديو، ولو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه عشان تشاهد كل فيديوهاتنا، وتابع معايا الفيديو لحد الاخر عشان تستفاد من الفيديو. طيب اصدقاء عشان ما اطولش عليكم في الفيديو، كل اللي عليك انك هتضغط على الرابط اللي موجود اسفل الفيديو في الوصف، هيدخلك على المدونه، هتحمل ايقونه المحاكي اللي احنا نبدا نثبتها مع بعض. طيب الايقونه حجمها صغير جدا ولكن التحميل هيبقى اونلاين يعني من داخل الايقونه. طيب اصدقاء كل اللي عليكم انكم بتضغطوا على الايقونه بتاعه المحاكي دبل كليك، هيبدا دلوقتي المحاكي يتثبت معانا. اوكي هنديله الخيار يس، كانك بتضغط على الايقونه سواء انستول ناو او ابديت ناو، مفيش اي مشاكل. دلوقتي بتنتظر لحد ما يحمل. طبعا اصدقاء هو دلوقتي بيحمل باقي الملفات الخاصه بالمحاكي، يعني هنا بيقول لنا انه فاضل 7 دقائق عشان يكتمل التثبيت. كل اللي عليك انك بتنتظر برده لحد ما يخلص، وبعد كده نكمل مع بعض علشان نشوف ايه اللي هنعمله وهنجرب لعبه فري فاير على محاكي البلو ستاك. اصدقائي الغاليين، حابب اطلب منكم طلب، بالله عليكم هطلب منكم الطلب ده، وده يعتبر اخر فيديو ليا في الاجازه، يعني بكره ان شاء الله راجع الجيش. بالله عليك انا مش هطلب منك حاجة صعبة، انا هطلب منك بس دعم، دعم مش اكتر. اعمل لايك للفيديو، اشترك في القناة لو ما كنتش مشترك، اكتب لي على الاقل تعليق يشجعني ان انا استمر، واكون مبسوط جدا بالتعليقات اللي بتقدموها. انا بقدم ليك محتوى وبحاول وبسهر وبحضر ليك وبدور لك على المحتوى اللي يفيدك مهما ليكن، يعني علشان اقدمه ليك عشان تكون مبسوط وعشان تكون راضي وعشان تستمتع. انا مش هطلب منك شيء صعب، انا بطلب منك انك تساعدني بس، مساعدة، دعم، لايك ببلاش والله، اشتراك في القناة ببلاش برضو، اعمل اللي انت تقدر عليه حتى لو كلمة كويسة، لو كتبت لي تعليق جميل انا بكون مبسوط جدا جدا وحاس نفسي ان انا طاير من الفرحة بالتعليق اللي انت بتقدمه. فياريت اصدقائي ياريت ياريت تحاولوا تساعدوني وتوصلوا الفيديو ده على الاقل 1000 لايك. بالله عليك بالله عليك ما تبخلش عليا. ايوه انت اللي بتشاهدني، بالله عليك ما تبخل عليا بلايك للفيديو، بالله عليك ما تبخل عليا باشتراك في القناه، بالله عليك لو انت تقدر تشير الفيديو ده شيره. يعني انا مش هطلب منك حاجه بفلوس، يعني كل اللي انا بطلبه انك تساعدني، انك تدعمني، انك تدعم القناه اللي بتحاول تفيدك وبتحاول تقدم لك المحتوى على قدر الامكان يفيدك ويبسطك ويخليك مبسوط. فياريت تبسطني زي ما انا ببسطك، ابسطني باللايك بتاعك، ابسطني بالاشتراك بتاعك، ابسطني بالتعليق الجميل اللي انت بتحرمني منه. فياريت يا اصدقائي ياريت ياريت بالله عليكم ما تنسوا الدعم ده، مهم جدا انك تعمل لي لايك للفيديو، مهم جدا انك تعمل اشتراك في القناة، ومهم جدا انك على الاقل تعليق جميل اطلبه منك كمان. بص بطلبه منك انك تكتبه اسفل الفيديو، فده اصدقائي اللي بطلبه منكم. ولو انت عملت كده شكرا ليك، شكرا على تعليقاتك وجزاك الله كل خير وجعله في ميزان حسناتك. شكرا ليك صديقي، شكرا ليك اختي العزيزة، وجزاكم الله كل خير. شكرا يا اصدقائي، اصدقائي الغاليين، احبابي، اخواني،
بالله عليكم أصدقائي، النهاردة معانا قناة جلوم إكس، صديق وحبيبي أخويا، حابب نقدم ليه الدعم. بالله عليكم أنا عارفكم إنكم عمركم ما هتقصروا، عمركم ما هتخزلوني أبدا، وعارف إنكم تقدروا أكتر من كده بكتير، إنكم تقدموا دعم لأي قناة لأي قناة. اعذروني أصدقائي الناس اللي لسه ما عملت لهاش دعم، والناس اللي لسه هعمل لها دعم إن شاء الله هيكون في دعم كتير للقنوات. ولكن بالله عليكم أصدقائي، كل اللي أنا طالبه منكم إنكم هتلاقوا الرابط بتاع القناة دي موجودة أسفل الفيديو في الوصف، تعملوا بس اشتراك في القناة بالشكل ده. كل اللي عليك إنك بتضغط على اشتراك وبتفعل زر التنبيهات بالشكل ده. طبعا القناة متخصصة في بابجي، هتلاقي كتير من المعلومات، كمان هتنبسط جدا بالقناة، وكمان الراجل يعني ما بيقصرش مع المتابعين، تقدر تتواصل معه على انستجرام، على تويتر، على الفيسبوك، على الواتس بتاعه. هتلاقي كمان إنه بينزل رؤية الباس، بينزل جوائز وهدايا للمتابعين، فإن شاء الله هتتبسطوا جدا من قناته. ده اللي أنا هطلبه منكم، وشكرا لكم يا احلى واغلى متابعين في الدنيا. تمام يا اصدقائي، بعد ما بيخلص تحميل الملفات بيعمل اكستراكتنج فايلز، يعني بيبدا يستخرج فيه الملفات وبيبدا يثبتها بشكل اوتوماتيك. زي ما شايفين يا اصدقائي، هو دلوقتي بيبدا يستخرج في الملفات وهيثبتها، وكل اللي عليك انك بتنتظر لحد ما ينتهي، وبعد كده نكمل مع بعض باقي الخطوات. طبعا هو تم تثبيت المحاكي، وبعد كده المحاكي بدأ يفتح بشكل اوتوماتيك، يعني المحاكي فتح لوحده. طيب يا اصدقاء، هنستنى لحد ما يخلي المحاكي يفتح، وهنا بيقول لك ساين اون جوجل بلاي، يعني هنا بيقول لك او بيطلب منك انك تسجل في الجوجل بلاي. مهم جدا انك تسجل في الجوجل بلاي، هضغط هنا على ساين اون وتبدأ تسجل في الجوجل بلاي. طب ليه احنا هنسجل في الجوجل بلاي؟ عشان هنحمل لعبة فري فاير من داخل الجوجل بلاي. اوكي يا اصدقائي، كل عليك انك هنا بتضغط على ساين اون، هيبدا زي ما شايفين يقول لك شيكينج انفورميشن، هيبدا يعمل فحص للبيانات او المعلومات، وكل اللي عليك انك بتنتظر لحد ما يجيب لك مكان التسجيل. هنا طبعا بيقول لك ضيف الايميل بتاعك، فاحنا دلوقتي هنضيف الايميل بتاعنا. بعد ما تضيف الايميل بتاعك بتضغط على نيكست، هنا بتضيف الباسورد بتاعك. بعد ما تضيف الباسورد بتاعك بتضغط على نيكست، تمام. هتنزل شويه بالاسفل وتضغط على اي ام اون، بعد كده اي اجري. طبعا هنا هيبدا يجيب المعلومات الخاصه بالاكونت بتاعي عشان يسجل من خلال الجوجل بلاي في المتصفح. طيب هنضغط على مور، بعد كده اكسبت. الخطوات دي انت بتعملها، الموضوع سهل وبسيط جدا، مش بياخد منك وقت. الجوجل بلاي بيفتح معاك بالشكل اللي انت شايفه. هنا في البحث هتكتب فري فاير، هضغط على فري فاير بالشكل ده، موضوع اسهل منه مفيش. هنا بتضغط على انستول، بيبدا المحاكي يثبت لينا لعبه فري فاير بالشكل اللي انت شايفه ده، يعني اسرع من كده، يعتبر من اسرع المحاكيات اللي انت تقدر من خلالها انك تثبت لعبة فري فاير وتظبط الاعداد بتاعت لعبة فري فاير بكل بساطة. طيب اصدقائي، لو تشوف بالاعلى هنا، لو سحبت هنا هتبدأ زي ما شايفين هي اللعبة بالفعل بدأت تثبت في لعبة فري فاير. كل اللي عليك انك بتنتظر لحد ما يخلص تحميل اللعبة، وارجع لكم مرة تانية علشان اللعبة هتاخد معانا وقت لحد ما تكمل تحميل. هو بيبدأ يحمل ايقونة الابي كي اللي هو بيحملها حاليا، بعد كده بيبدأ يحمل ملفات الاو بي بي مرة تانية. اوكي يا اصدقائي، كل عليك انك بتنتظر بس لحد ما يخلص، وارجع لكم مره ثانيه. ورجعنا لكم مره ثانيه يا اصدقائي بعد ما تم تحميل لعبه فري فاير. ودلوقتي الخطوات المهمه اللي احنا لازم نعملها، او الخطوه المهمه اللي احنا لازم كلنا نعملها، ضبط اعدادات المحاكي. كل اللي عليك يا صديقي انك بتضغط هنا على السيتنج. اول ما تفتح على السيتنج هتلاقي اول خيار خالص اللي هو الانجن، وهنا البرفورمانس اللي هو الاداء بتاع المحاكي. بصراحه انا ما شفتش اعدادات زي كده ابدا نهائي في اي محاكي. يعني هنا تقدر تلعب على لو، يعني واحد كور واحد كور، يعني تقدر
تقدر تلعب على واحد كور واحد بس في جهازك يا اصدقائي، يعني بصراحه حاجه رهيبه جدا والله. تاني حاجه تقدر تلعب على الميديم اللي هو 2 كور، يعني تقدر تلعب على المتوسط لو انت جهازك متوسط عندك مثلا 4 كور تقدر تلعب على 2 كور منهم. اما بالنسبه للهاي وهم 4 كور يعني دي اعلى حاجه في الكاستم اللي هو ده انك انت تبدا تضيف الكورات يدويا، ولكن دي انا ما انصحش بيها. ولكن انت لو جهازك ضعيف جدا يا حبيبي انك بتختار واحد كور، يعني الموضوع سهل وبسيط جدا. اديني هو معاكم خطوه بخطوه، علشان لو انت جهازك ضعيف اصلا بيفحر فاديله واحد كور زي ما انا عامل ده بالظبط. طيب انا بالنسبه لي انا ممكن اديله 4 كور عادي، ولكن هخليه على الميديم 2 كور. لو انت عندك الامكانيات الجهاز بتاعتك متوسطه خلاص اديله 2 كور. بالنسبه للرامات يعني هنا برضو الرامات برضو 1 جيجا رام يا جدعان، والله العظيم انا مش مصدق اهو المحاكي بيشتغل على 1 جيجا رام. تقدر تلعب على 1 جيجا رام، يعني هو المحاكي مش هيكذب عليك ويقول لك لا المحاكي مش هيشتغل على 1 جيجا رام؟ لا طبعا الكلام ده غلط يا جدعان. المحاكي زي ما شايفينه اهو مدينك خيار له 1 جيجا رام او 2 جيجا رام او 3 جيجا رام، اوكي، او في انك انت برضو تخصص الرامات اللي انت عايزها. ولكن يا حبيبي يا صديقي الغالي اللي انا بحبك اقسم بالله بحبك، عشان كده في 1 جيجا رام، يعني انت اختار 1 جيجا رام. بالنسبه للجرافيك هنا البرفورمانس، يعني خلينا في البرفورمانس الاداء بتاع المحاكي نفسه، انت كل اللي عليك انك بتخليها هنا برفورمانس زي ما هي، اوكي خليها زي ما هي. وهنا بالنسبه للجرافيك خليها دايركت اكس، يعني انا بفضل الدايركت اكس عن الاوبن جي ال، يعني عموما يعني عشان اجهزتنا والله، يعني مش انا عادي بالنسبه لي اشتغل على اوبن جي ال او دايركت اكس، انا بالنسبه لي تمام. والله عليك انت صديقي انا كل التعب ده ليك انت، انا بقدم المعلومه دي ليك انت والله يا صديقي. طيب يا صديقي اخترنا الخطوات دي، طيب هنا ممكن في خيارات تانية اهو تقدر تسحبها، ولكن انا ما بنصحكش انك تغير فيها. بالنسبه للفريمات يا اصدقاء بص هنا الفريمات، يعني بصراحه معاك لحد 60 فريم، معاك لحد 60 فريم هنا تقدر تتحكم في الفريمات. يعني بص هنا ممكن تلعب على 40 فريم 60 فريم، انا طبعا هخلي لك 60 فريم، لازم تلعب على 60 فريم ما تغيرش فيها. ماشي يا اصدقاء، طيب تعال نسحب كده شويه بالاسفل. هنا بص هتلاقي هنا بيقول لك انيبل هاي فريم ريت، انيبل هاي فريم ريت يعني تلعب على فريم ريت عالي. اوكي يا صديقي هتعلم على دي انيبل هاي فريم ريت، طيب هنا هتعلم على دي. اما بالنسبه دي اللي تحتيهم هنا طبعا بيقول لك ديسبلاي اف بي اس درينج جيم بلاي، لا خليها زي ما هي طبعا ما تلعبش فيها. فخلينا احنا على الاعدادات اللي احنا بنظبطها. بالنسبه للاعدادات دي كده ظبطنا الاعدادات دي، نيجي على الديسبلاي. اوكي طبعا هنضغط على سيف، يعني انت بعد ما تخلص الحاجات دي بتضغط على سيف، ما علينا. طبعا انا هدخل هنا، ماشي انا بوري لك انت الديسبلاي هنا اللي هو العرض بتاع الشاشه، تمام العرض بتاع الشاشه. هل الشاشه بتاعتك انت كام في كام؟ يعني لو انت شايف ان في ابعاد من الابعاد دي مثلا 1920 في 1080 اديله الابعاد اللي هنا. طب ما فيش ابعاد اللي هنا، بتقدر يا صديقي انك تديله وضع مخصص، يعني هنا بتكتب مثلا انا الشاشه بتاعتي 1366 768 768 في 768، دي طبعا الاعدادات بتاعتي. الدي بي اي بتاعت اللعبه على حسب طبعا الماوس بتاعك سواء جيمنج او ماوس عادي، ولكن عموما خليها 240 دي بي اي. تعال بقى على البرفورمانس، طبعا خلينا ندخل على اللي بعده. البرفورمانس هنا اللغه خليها انجلش او في لغه عربيه عادي اللي يريحك، والله صديق اللي يريحك، يعني الحته دي انا مش هكلمك فيها. نيجي على اللي بعد كده الديفايس، طبعا هنا الديفايس هنا بيقول لك ايه، سامسونج جالاكسي اس 10 ولا سامسونج جالاكسي اس 8 ولا اكسبيريا زد اكس. طبعا احنا مش هنا هيفرق معانا الاندرويد خالص، يعني قصه الاندرويد دي مش هتفرق معانا خالص، يعني عموما خلينا زي ما احنا. او لو انت مثلا عايز سامسونج جالاكسي اس 10 اوكي حلو جدا، اوكي حلو جدا. خلينا على النوتيفيكيشن الاشعارات، طبعا احنا مش هنتكلم على النوتيفيكيشن. هنا نيجي على الجيم سيتنج اول جيم، طبعا هنا بيقول لك الماوس يعني يبقى الشكل بتاعه كده ولا الشكل بتاعه كده، لا خليه الشكل ده. نيجي على اللي بعده، دي بقى اختصارات للكيبورد، يعني لو انت مثلا عايز تخصص زر سريع بتبدا تختاره من هنا، طبعا احنا مش محتاجينه. بس دي كل الاعدادات اللي انا كنت عايز اوضحها لك، تمام يا اصدقائي. بعد ما تظبط الاعدادات تضغط على فتح اللعبه. يا سلام يا سلام، لعبه فري فاير يا اصدقائي على محاكي 1 جيجا رام، يعني تخيل 1 جيجا رام. طيب هنضغط على اف 11 هيكبر معانا الشاشه، طبعا هنا بيقول لك يعني نظام شرح بيقول لك بيفهمك اعدادات. طيب احنا بنضغط على اف 11 بيكبر. يا سلام اللعبه فتحت، ما لحقتش يا جدعان، يا جدعان واحد ما لحقش يفتح المحاكي اصلا، يعني مش عارف بصراحه الاعدادات
بتاعه المحاكي هنضغط هنا برضو على الاو، اي حاجه بتضغط على الاو، الميكروفون الاو، برضو هنا الاو، وسائل الاتصال الاو، كل حاجه تديها الاو. يا سلام يا سلام يا جدعان، والله العظيم المحاكي ده خفيف جدا يا جدعان، خفيف خفيف جدا جدا، يعني مش متصور اني مثلا محاكي. بص في الثواني اول ما تضغط عليه يفتح اللعبه مباشره، يعني انت مش لسه هتاخد وقت وتحمل بقى وتقعد تاخد لك دقيقه في التجميد ولاج ومش عارف ايه. الموضوع ده بيخلي الواحد يتضايق جدا، ولكن محاكي زي كده، بص يا اصدقاء عموما زي ما شايفين ادي المحاكي اهو في الثواني، يعني انتوا اللي تحكموا عليه. تقدر تضغط هنا تلغي بس او تقفل الحته دي. بص عموما يا اصدقاء المحاكي قدامكم، انتوا اللي تقدروا تحكموا عليه. ماشي، انا لحد هنا وانتهت المهمه بتاعتي. عموما لحد هنا وانتهت المهمه بتاعتي، تقدر بقى تسجل بالفيسبوك، بتسجل بحساب جست، تسجل باللي انت عايزه. طبعا هنا تقدر تقفلها دي عادي يعني. عموما اصدقائي ده المحاكي، المحاكي قدامكم تقدروا تحكموا عليه، تقدروا تستخدموه زي ما انا قلت لكم بالظبط، شرحت لكم كل حاجه خاصه بيه المحاكي. فده اصدقائي كل اختصار الفيديو بتاع النهارده، اتمنى ان يكون الفيديو نال اعجابكم. في النهايه اصدقائي ما تبخلوش عليا بلايك للفيديو، اشترك في القناه لو ما كنتش مشترك، وانتظرونا في الفيديوهات القادمه يا اصدقائي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.